السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوانا حالين في جميع أنحاء العالم وفي الوطن العربي وفي اليمن خاصة، أرحب بكم أجمل ترحيب في قناتكم قناة الجابر والنحل، القناة التعليمية. نعلم جميعا نحن النحالون أن التقسيم له شروط وله أهداف وله أوقات، فمتى يكون التقسيم مناسب ومتى يكون غير مناسب، وكيف نقوم بالتقسيم، وما هي الإجراءات الصحيحة والسليمة لنجاح عملية التقسيم. محاضرة قيمة يتطرق إليها الأستاذ الفاضل محمد الجراح من الأردن، تكونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني أعضاء مجموعة عشاق النحل ومحبوه، أسعد الله أوقاتكم كل خير وسعادة أينما كنتم، وأسأل الله العلي القدير أن يبارك لكم في رزقكم ومالكم وعيالكم. أخواني الكرام، تم التطرق بالحديث عن موضوع القسمة وما هي الإجراءات والتدابير والأعمال التي يتوجب على النحال القيام بها في موضوع عملية القسمة، وإنه موضوع عملية القسمة هو ركيزة أساسية في عملية تربية النحل الذي يسعى إلى ازدهار تربية النحل وتحسين السلالات إلى ما هو أفضل. فسيتم التطرق بالحديث عن موضوع القسمة لما له أهمية كبيرة على النحالين وله آثار إيجابية في المردود المادي على المربين، فلنبدأ بذلك على بركة الله. نأتي إخوان الكرام إلى القسمة. ما هي القسمة وما هو تعريفها حتى نفهم هذا الموضوع الكبير؟ القسمة إخواني وبشكل بسيط جدا تعريفها هي شطر الخلايا مناصفة بما يتناسب مع عدد النحل، أي بما معنى بأن هذه الخلية مكونة من 20 إطار يتم شطرها مناصفة إلى 10 إطارات، هذه الخلية مكونة من 30 إطار يتم شطرها إلى 3 أشطار، هذه تعود إلى حجم وكثافة النحل وعدد إطارات الحضنة وإطارات حبوب اللقاح والعسل المتواجد في هذه الخلية. إذن القسمة إن عرفناها بأنها هي شطر الخلايا المتواجدة لدينا إلى شطرين أو أكثر بما يتناسب مع حجم وقوة هذه الخلايا لإكثارها بشكل ممنهج. الآن نأتي إلى عرفنا موضوع معنى القسمة، نأتي إلى كيفية القسمة. ليس من السهل أن تقوم أخي النحال وأختي النحال بعملية التقاسيم وشطر الخلايا إما مناصفة أو أكثر، يعني شطرين أو أكثر من شطرين، إلا بعد إجراء تقوم به ما قبل القسمة، لأن القسمة تحتاج إلى 3 إجراءات. ما هي الإجراءات التي قبل القسمة وأثناء القسمة وما بعد القسمة؟ أولا ما قبل القسمة هو يجب تجهيز النحل وتجييشه للوصول إلى أعداد نحلية كافية في هذه الخلية، وتكون كثافة النحل وصلت إلى درجة ممتازة تحتمل أن يتم قسمتها وشطرها إلى نصفين أو أكثر، أي بما معنى بأن هذه الخلية وصلت إلى أعداد 20 إطار 25 إطار أو 30 إطار والكثافة النحلية فيها عالية جدا، تستطيع أن تستحمل هذه الخلية أن تنقسم إلى قسمين أو 3 أقسام، ويتم وضع هذه الأقسام كل قسم في صندوق على حدة حتى تصبح هذه الخلية من خلية واحدة إلى خليتين أو 3 خلايا. ولكن يجب عليك أخي النحال تقديم إجراءات، وهي تجييش النحل، زيادة أعداد الطائفة في هذه الخلية، زيادة أعداد الإطارات التي فيها حضنة وفي مختلف الأعمار، حضنة مفتوحة، بيوض، حضنة مغلقة حديثا، حضنة على وجه الفقس، حتى يصبح لديك الفارق العمري ليس كبيرا ومتباعدا ما بين النحل، ولكن يجب أن تكون الأجيال العمرية أو الأعمار ما بين النحل تترى بعضها وراء بعض، يعني لا يجوز أن تكون في هذه الخلية إطار حضنة مفتوح ولا يوجد فيها إطار حضنة مغلق أو على وجه الفقس، هذه يعتبر فارق نحلي في فارق عمري ما بين النحل. هذا أول إجراء هي ما قبل القسمة. قلنا إخواني إجراء ما قبل القسمة وهو تجييش النحل، وصول إلى أعداد كافية
كثافة نحلية عالية، وجود إطارات حضنة متعددة الأعمار، النحل أيضا الموجود متعدد الأعمار، تم شطر هذه الخلية إلى نصفين. أيضا يجب علينا وكلبنة أساسية وقاعدة رئيسية هو تجهيز الملكات، وتكون ملقحة موجودة في نوياتها وتنتظر إدخالها إلى هذه القسمات. لماذا؟ حتى لا تتأخر هذه القسمات في تربية ملكات، وربما تخرج هذه الملكات هزيلة أو يتم تربيتها عشوائيا في أعمار كبيرة في السن، بينما الملكة التي يتم تربيتها من بيضة تخرج تفقس وتغذى على الغذاء الملكي من ساعاتها الأولى حين فقسها، وتنتقى الذكور وتلقح، هذه تكون أفضل. هذا ما قبل عملية القسمة، هذا في الموسم الفيض احنا الأخوان نتحدث وليس في المواسم الأخرى. الآن انتهينا من موضوع ما قبل القسمة، الآن أثناء عملية القسمة، الفترة التي تم تقسيم فيها. الآن يجب عليك أخي المربي هو متابعة الكثافة النحلية، هل انخفضت؟ هل النحل ما زال محافظ على كثافته؟ هل الملكة ما زالت في القفص حية أم النحل أهملها؟ هل هذه القسمة لديها تغذية جيدة أم لا؟ هذه يجب أن تتابع، ولا يجب مكافحة الفاروة فيها أثناء هذه الفترة، أثناء وجود الملكة في قفصها أو أثناء قبولها لفترة زمنية قصيرة. يجب أن نؤخر عملية المكافحة، وخصوصا الأشخاص الذين يستخدموا المواد العضوية هي لها روائح نفاثة تطلع على رائحة الملكة وفرموناتها، الأمر الذي يؤدي إلى مهاجمة النحل إلى هذه الملكة. فهنا متابعة القسمة من هذه الأمور وعدم الكشف عليها بشكل سريع، وإنما يتم الكشف عليها بهدوء، عدم التدخين على هذه الخلية حتى نعزز من فرمونات الملكة ولا نضيع من هذه الفرمونات التي الملكة تقوم بنشرها حتى يستقبلها النحل ويتقبلها كأم جديدة لهذه الطائفة. أيضا الإجراء الذي يقع على عاتق النحال ما بعد عملية القسمة، هل عملية القسمة نجحت؟ هل الملكة تم تحريرها؟ هل الملكة تضع البيض بالشكل الصحيح؟ أم أن هناك عائق معين؟ هنا يجب على النحال متابعة هذا أيضا. الأمر الآخر أخواني، يعني عندما نقول نريد قسمة خلية، أيهما الخلية التي تقسم؟ الخلية السيئة ذات الصفات الغير جيدة، أم الخلية التي فيها صفات جيدة وإنتاجية جيدة؟ لا، نذهب إلى الخلايا التي فيها صفات سيئة. وأيهما أولى أن نقوم باستبدال الملكات السيئة وذات الصفات الرديئة أم الملكات الجيدة؟ لا، نقوم باستبدال الملكات الرديئة بملكات جيدة حتى نحافظ على سلالة النحل بأن تبقى محافظة على صفات عالية ويكون لديها سلوكيات جيدة يحببها النحال من حيث الإنتاج، من حيث التعامل، من حيث السلوك. هذه كلها نبحث عنها ونقوم بتنميتها وتحفيزها لدى النحل والتركيز عليها للوصول إلى سلالة أو طفرة أو زمرة نحل جيدة ذات صفات عالية. الآن إخوان الكرام، هذا بالأمر الطبيعي هذه الأمور التي تمت الحديث عنها هي في موسم الفيض. لماذا في موسم الفيض؟ لأن هناك هي فترة ازدهار النحل وفترة تكاثره، أجواء ملائمة، أزهار متعددة، مراعي جيدة، لا يوجد أعداء للنحل، درجات حرارة جيدة، النحل يستجيب للبناء الشمعي، الملكات تستجيب للتكاثر، النحل يجني حبوب اللقاح، يجني الرحيق، هذه كلها تساعد في عملية التقسيم. وهذه أصلا هي هذه الفترات موسم الفيض وما قبل موسم الفيض هي فترة تكاثر جميع الحيوانات والمخلوقات والحشرات الثدييات، هذه كلها تتكاثر في هذه الفترة. فإذا استغلال هذه الفترة هي لعملية زيادة الطوائف النحلية هي تعتبر في
مصلحة النحال وتعود عليه بالمنفعة والمردود المادي، وحتى يعيد ما أنفق من مصاريف وتكاليف مادية على النحل. فهذه إخواني الكرام الحديث عن القسم في موسم الفيض وموسم الربيع.